التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. انطلق مشاهدي الأعزاء الشوط 23 الخاص للإبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. المزاحمية تسيطر على أول المراكز وتحتل المركز الأول، لفهيد بن راشد الفهيد المري على أول المراكز، بينما ثاني المراكز من الجانب الآخر تصل مشاهدينا الأعزاء مع ثاني المراكز. نتابع المنطلقة مشاهدينا الأعزاء والمتواجدة على ثاني المراكز في هذه اللحظات، التقدم والانطلاق من قبل، نتابع الأسماء والشعارات المميزة. الوصول في هذه اللحظات من فخر لهزاع بن ناصر بن خليل الشهواني، بينما المركز الثالث المركز الثالث الشهانية لسعيد بن محمد بن سعيد بن نابت يحتل المركز الثالث، بينما رابع المراكز ورابع التحديات من الجانب الآخر وصلت الشعارات. نتابع مشاهدي الأعزاء مع المركز الرابع، الوصول من روز لراشد بن طالب شريم المري، بينما المركز الخامس سمحة لمهنا بن محمد بن ضابط الدوسري مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى للنداء الأول، ونعود مجددا إلى أول المراكز، إلى فخر للسيد هزاع بن ناصر بن خليل الشهواني على أول المراكز وثاني المراكز، شعار فهيد بن راشد بن فهيدي المري مع ثاني المراكز يقدم مزاحمية، وعلى المركز الثالث وصل شعار بطشام بن صالح اليامي يقدم لنا هذا الانطلاق المميز مع الجوهرة علي بن بطشام بن صالح اليامي، بينما المركز الرابع تصل العنود لجابر بن صالح الجابر المري، يصل مشاهدي الأعزاء مع العنود ويقدم هذا الانطلاق الرائع. وهنا الجزيرة ناصر بن مبارك بن مسفر الشهواني القادم مع خامس المراكز يقدم لنا الجزيرة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. نعود إلى فخر لا زالت مسيطرة بكل فخر وبكل أداء مميز، هزاع بن ناصر بن خليل الشهواني على أول المراكز، 1200 الشهواني. هنا شعار علي بن بطشام بن صالح اليامي مع ثاني المراكز يقدم الجوهرة، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظة شعار أبو السيقان القادم مع الجذابة صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري، بينما المركز الرابع نتابع الخزنة سليب بن عبد الله بن سليب بن الورع العامري، ينطلق مشاهدي الأعزاء لأول ندى مع الخزنة القادم هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الخزنة بالتحديد. وهنا أيضا الوصول عزامة صالح بن سعدان نابت المري يقتحم الصفوف وينطلق مباشرة إلى ثاني المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. فخر على الصدارة، فخر لهزاع بن ناصر بن خليل الشهواني. وهنا عزامة صالح بن سالم بن سعدان نابت المري والجوهرة في ثالث المراكز، الجوهرة تنطلق انطلاقة مميزة ورائعة مع ثلاث المراكز للسيد علي بن بطشام صالح اليامي، بينما المركز الرابع خيال مالك بن سالم بن علي بن خميس العمري، أول نداء هنا مشاهدي الأعزاء مع خيال مع رابع المراكز، ولكن فخر مشاهدي الأعزاء بكل فخر وبكل اعتزاز، مسيطر على أول المراكز، مسيطرة بناموس هذا الشوط، ولكن الله يثاني المراكز. خيال أبناء السلطنة يصلون مع الأمتار الأخيرة، يقدمون خيال مالك بن سالم بن علي بن خميس العمري، تهانينا والناموس على فوز خيال بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. المركز الثاني فخر لهزاع بن ناصر بن خليل الشهواني، المركز الرابع عزامة لصالح بن سالم بن سعد نابت المري، المركز الرابع الخامس المركز الرابع الجوهرة لعلي بن بطشاب صالح اليامي، المركز الخامس حلت فيه مشاهدينا الأعزاء الجذابة لصالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري، تهانينا وناموس مشاهدينا الأعزاء لمالك خيال من فازت بناموس هذا الشوط.
مالك بن سليم بن علي بن خميس العمري هو مالك خيال، وتوقيت خيال 4:47:03 من الثانية. تهانين وناموس. المركز الثاني حلت في فخر، أدت أداء عرض وتشكر عليه في السيد حزاع بن ناصر بن خليل الشهواني، 4:47:07 من الثانية. تهانين وناموس. بينما المركز الثالث حلت في مشادي العزاء عزامة لصالح بن سالم بن محمد آل نابت المري، 4:48:04 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.